عبد الله محمد الشامسي، مدير الجامعة البريطانية في دبي. الجامعة البريطانية في دبي سعيدة جدا بأن تقوم بهذا الدور بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع ومع البورد الأمريكي لتحقيق نقلة نوعية في ممارسة مهن مختلفة هنا في إمارة دبي. على مدى سنتين ونصف قامت الجامعة البريطانية في دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع ومع البورد الأمريكي في اجتماعات مختلفة وبإعداد الاختبارات التي من خلالها يمكن تقييم ممارسي المهن المختلفة هنا في دبي. اليوم هنا في الجامعة البريطانية في دبي يتم إجراء أول اختبار لهذه المهن، ونحن سعداء جدا بأن هذا تم اليوم، وإن شاء الله ستكون هناك نقلة نوعية في المستقبل أيضا.